يا راجل يا اخي يا اخي دي كره تروح يا اخي. معلش معلش بس انا حاسس برضه ان السنغال هتعملها يا عم. كتر خير الدنيا بيلعبوا فرنسا بطلة العالم. خلينا نشوف احنا ورانا ايه. ما وراناش حاجه يا عم شادي، ملعون انت ونسلك واسلافك. انا ممكن اخش اعمل لنا نسكافيه صح؟ خليها بين الشوطين عشان نركز. يا رب الساعتين دول يعدوا على خير، يا رب ما يلعبوا وقت اضافي. باصي بقى الانانيه دي. امال صحيح فين صاحبك اللي هو اسمه رضا ده؟ ده عيل تلفان وبيتعاطى. كويس ان انت خلصت منه يا محمد. احلى سهره واحلى مجال واحلى ماتش على نجوم افريقيا. اعوذ بالله، ايه اللي جابك يا محمد؟ مش تقول ان الكيان ده جاي؟ اسعدني، الناس دي مش طيالي كلمه ليه كده وجزينا على اسنانهم. مسكين رضا مسقط انه متخانق مع شلب 4 مرات وسامح عامل له محضر عدم تعدي. السنغال مضغوطه بس حاسس ان هي هتعمل حاجه. الرهبه الرهبه يا ابني، بيلعبوا الديوك الديوك فرارجيه يعني. ياه انا ايه اللي وصلني لكده؟ انا ليه عمري بيضيع هنا؟ حاسب حجز عليه. جون جون جون. انت فرحان على ايه؟ دي فرنسا اللي جابت جون. والله السنغال يا ابني. بص كده على النتيجه. لفرنسا لا مؤاخذه بس العيال شكلهم افارقه مش فرنساويين خالص. يا جاهل، ما هو منتخب فرنسا مجنس. يعني معظم اللعيبه اصلا افارقه. لا مؤاخذه، ايه اللي زنقهم المزنق ده؟ من قله اللعيبه عندهم. خد بالك السنغال فرقه تقيله، حريه اللعب طول 90 دقيقه، جري كتير وحرق اقل. طبعا الشمس هناك كلها فيتامينز بتنشف عظمهم. دي فقره بقى، يلا نحط عشر سكان العالم في قالب واحد ونوصفهم كانهم بني ادم واحد. عارفها انا دي. افارقه افارقه يا ابني، ده كفايه الفاكهه عندهم. ده بيقول لك حبايه الموز بتاعتهم قد الصباط عندنا. تقيله تقيله يعني. والله يا شيخ ما في اتقل من قعدتك. كل ده بقى صحيح. اوعى يا محمد يكون عندك شغل ولا تصوير واحنا معطلينك ولا حاجه. ما تقولش كده يا سامح يا ابني، البيت بيتك، هزعل منك والله. ربنا يخليك يا عم شلبي، ربنا يخليك. يعزم يعزم، ما هو كان ورث جدك هو. الله يرحمك يا جدي، انت اللي رميتني على اشكال الوسخه دي. انا كنت قاعد مرزي لوحدي، لا حد بيكلمني ولا بكلم حد. كان لازم يعني اورث ام الشقه دي في ام العماره دي مع ام السكان دول. مفيش حاجه اوسخ من كده ممكن تحصل. بس يا عم انت بس ده جون فينا يا اخي بقى يا اخي. صديق الانسان، شفت مسلسل كليوباترا اللي هو بتاع نتفليكس ده؟ بيقول لك ايه، مطلعين الملكه كليوباترا سودا. منهم ايه يعني؟ عايزين يقول لك ان اللي بنوا الحضاره المصريه في الاصل هم الافارقه. الجماعه بتوع الافرو سنتريزم اللي بيقولوا عليه ده صديق الانسان، لما الواحد جه يدور وراهم عشان يفهم هم بيقولوا ايه او ايه الفكره بتاعتهم، يعني ايه السرديه اللي هم جايين بيها وليه الناس بتشتمهم وتتخانق معاهم، طلع ان من ضمن رؤيتهم او من ضمن اللي فكرتهم قايمه عليه هو ان القبائل الافريقيه زمان هجرت في البدايه خالص من جنوب صحراء افريقيا لشمالها وعاشت على ضفاف النيل، ودول هم اللي كانوا البذره الاساسيه للشعب اللي صنع الحضاره المصريه اللي قبل الميلاد، وهم اللي عملوا الحاجات اللي السياح بييجوا يدفعوا فلوس عشان يتفرجوا عليها دي، وان الحضاره المصريه القديمه دي ما كانتش هي الحضاره الوحيده يعني اللي قايمه في الوقت ده وفي الحته دي من العالم، انما كان في حضاره ثانيه في السودان اسمها حضاره الكوش، وان حضاره الكوش دي حكمت مصر في اوقات ضعفها وعملوا فيها امبراطوريه كبيره لحد ما وقع الغزو الاشوري على مصر وطردوهم منها. بقول لك مش بس كده، ده كمان جذور الحضاره اللي افريقيا قدمتها للعالم دي هي اللي اتبنى عليها كل الانسان وصل له النهارده، وبالتالي لازم كتب الدراسات الاجتماعيه اللي في مدارس العالم كله تقول الكلام ده وتدي لافريقيا حقها في التاريخ. ومن وجهه نظرهم الكلام بتاع انهم اصل الحضارات ده محدش بيقوله، مفيش اي دراسات او مجهودات بحثيه عن فضل افريقيا على سائر الكوكب عشان العالم كله عنصري بس مش اكتر، مش بيديهم حقهم التاريخي. طب صديق الانسان، لو هم فعلا اصحاب الفضل في الحضاره
الحضاره المصريه القديمه زي ما بيقول. امال احنا عملنا ايه؟ قال لك احنا شويه مهاجرين على شويه محتلين، واخد بالك، بالاضافه الى شويه مستعمرين، جينا نسبنا الحضاره بتاعه الناس الطيبين ذوي البشره السمراء دي لنفسنا. طب صديق الانسان، يعني هل الكلام ده صح؟ احنا اولاد مين؟ ممكن بقى هنا نقعد نجعر لحد الصبح ونقول احنا هنا من قبل التاريخ، من ايام ما كان اسمها كيمت وبنتكلم الغريف. بس انت تعرف صديق الانسان ان مصر دي بلد قديمه جدا ومعتقه بشكل يصعب استيعابه احيانا. زمنيا مثلا كليوباترا اللي حكمت في القرن الاول قبل الميلاد تعتبر اقرب في المسافه الزمنيه من وقتنا الحالي في 23 مقارنه بزمن الاهرامات وابو الهول. يعني المسافه التاريخيه اللي بيننا وبين كليوباترا اقل بكتير من المسافه التاريخيه اللي بين كليوباترا وبين بنات الاهرامات اللي هو كان سنه 2560 قبل الميلاد. صديق الانسان، انت من كيمت يلا ولا من فين؟ عارف صديق الانسان، انت لو تقول لي انت مين انا كنت اقول لك حاجات كتير قوي عنك، بس يلا. والخناقه دي بقى صديق الانسان بنسمع عنها من حين مين كده، كل ما الناس بتوع الافرو سنترزم دول صوتهم يذيع اكتر وتلاقي ليهم تاثيرات على مؤسسات اعلاميه كبيره في هوليوود او شبكات زي نتفليكس، تلاقيهم مطلعين كليوباترا سودا فعلا. طب لو خدناها واحده واحده من الاول وسالنا نفسنا اذا كانت كليوباترا بيضه ولا سودا، هنلاقي ان الملكه المصريه بنت بطليموس الثاني عشر مشهور عنها انها كانت جميله بل وساحره، شارمنج يعني صديق الانسان، وانها الله يرحمها نص شباب كيمت كانوا بيجروا وراها، وهي اللي كان عندها كيمت منت ايشوز. من اكتر من 20 سنه خرجت واحده اسمها سوزان ووكر، وهي باحثة اثار اشتغلت منسقه في معرض الحضاره المصريه القديمه في المتحف البريطاني، والست دي عملت كتاب هي ومجموعه من الباحثين التانيين عن كليوباترا. طلعت الست دي تقول ان جمال كليوباترا اللي جنن الرجاله ده ما هو الا مجرد اسطوره وفي الغالب مش صحيح، وعرضت شويه من العملات الفضيه اللي اتعملت في زمن كليوباترا، وكانت العملات دي بتحمل نقوش ممكن تدينا فكره عن شكل كليوباترا عشان تدلل بيها على وحشتها او انها ما كانتش بالجمال اللي احنا فاكرينه. بص بصه معايا كده صديق الانسان، طبعا الكلام كله في الصوره دي على مناخير كليوباترا، لدرجه ان الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال قال في القرن 16 ان لو مناخير كليوباترا كانت اقصر شويه شكل العالم كان ممكن يتغير. تنمر ده ولا مش تنمر صديق الانسان؟ تنمر فلاسفه ده. طبعا علماء المصريات حاولوا ينفوا الكلام ده وقدموا صور ونقوش ثانيه يقولوا بيها لا كليوباترا كانت قمر، حتى شبه الفنانه سوسن بدري اخي. لكن اللي الطرفين متفقين عليه صديق الانسان انها حتى لو ما كانتش جميله الوجه واضح انها كانت جذابه وشخصيتها قويه وعامله قلق. الجدل ما صفصفش على حاجه غير ان الشكوك حوالين جمال كليوباترا فضلت مجرد شكوك. طبعا احنا قبل كده كنا فاكرين ان كليوباترا بيضه وشبه الفنانه اليزابيث ستايل، لحد ما نتفليكس طلعت قدمتها في شكل بنت سمر، وطلع حبه اصدقاء انسان تسب وتلعن عشان هوليوود دمرت الصوره اللي كانت في خيالنا عن كليوباترا، رغم ان الصوره دي هي اصلا اللي كانت زرعاها في دماغنا من الاول. طيب الناس دي لما تقول ان كليوباترا كانت سودا وان هم اصحاب الفضل في الحضاره المصريه القديمه ومن ثم باقي حضارات العالم هيستفيدوا ايه؟ هل اخواتنا الافارقه بيقولوا كده مثلا عشان هم عايزين ياخدوا مننا نسبه على تذاكر المتحف المصري الجديد؟ هينصصوا معانا في الاهرامات مثلا؟ يعني لو اثبتوا وجهه نظرهم ايه اللي احنا ممكن نخسره وايه اللي هم ممكن يكسبوه؟ صديق الانسان، عشان نفهم ايه هي المركزيه الافريقيه اللي بيقولوا عليها دي او الافرو سنترزم، لازم الاول نفهم المركزيه الاوروبيه. ركز معايا صديق الانسان، ناخد شفطه نرجع للموضوع. الحضارات كلها صديق الانسان من وجهه نظر الاوروبيين هي حضاره انسانيه واحده، لكنها مترتبه على شكل هرم. بتبدا الحضاره دي طفولتها عند الانسان البدائي وبتنضج كل ما بتقرب من الانسان الغربي الحديث اللي قاعد فوق على راس الهرم. عشان نفهم قصدهم تعالى نرسم الحضارات بشكلها الهرمي ده زي ما هم كانوا متخيلين. الاوروبيين بيشوفوا جغرافيا العالم من خلال الشكل الهرمي ده صديق الانسان، اللي بتلاقي فيه قاعده الهرم المجتمعات الافريقيه واللي الاوروبيين حكموا عليها انها مجتمعات بدائيه لا بتعرف قرايه ولا كتابه، وفوق منها بشويه الحضارات اللي جت بعدها في الشرق الاوسط والشرق الادنى واللي على ايديهم اتطورت الكتابه والدين المنظم للدوله زي الحضاره الفرعونيه والعربيه في نص الهرم. وعلى قمه الهرم بقى شافوا نفسهم واقفين كاسياد على العالم، واللي دليل على سيادتهم دي هي العلوم والتكنولوجيا اللي قدموها للعالم. عشان تبقى الحضاره الغربيه حسب كلامهم هي الحضاره الاعظم، واللي جذور عظمتها دي جايه من تاريخها اليوناني والروماني القديم وجايه من العظمه اللي عملوها زمان. اي نعم يعني احنا في اوروبا عدينا بفترات مظلمه في تاريخها الوسيط، لكننا برضه رجعنا نعمل عظمه تاني، ثورات وفتوحات عسكريه وتجاره غطت العالم كله. مش محتاج اقول لك صديق الانسان ان النظره الهرميه دي للتاريخ والجغرافيا مليانه افكار عنصريه قد ايه، من ضمنها مثلا ان هم شافوا الافارقه من ضمن الشعوب الاقرب للانسان البدائي، يعني على حسب ادعائهم جماجمهم شبه اسلافهم القرود. صديق الانسان بقى طبعا دلوقتي هيسيب العنصريه ويقفش في الموضوع اللي بيحب يقفش فيه على طول. ما قلت لك على حسب ادعائهم يا عم وعملت لك بايدي كده. صديق الانسان ارجوك عندي ليك طلبين، الطلب الاول ما تبقاش ضيق، يعني الواحد ما بقاش عارف يتكلم كلمتين منك، والطلب الثاني عارف بطلبه منك دايما ما تبجحش في الكلام. طيب
من وجهة نظر المركزية الأوروبية زي ما قلنا، الأفارقة ذوي البشرة السمراء هم كائنات بدائية بالنسبة للأوروبيين. طب بالنسبة للحضارات العربية والشرق الأوسط اللي هم احنا يعني الناس اللي طوروا الكتابة والدين وحطوا بذرة للعلوم دول، نص الهرم يا أخي ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، جاب سيرتك صديق الإنسان ما تقلقش. قالوا إن العرب دول شعوب خيالها واسع، حلو حلو، لكن فكرها ضيق وعشان كده يفضلوا متعصبين. الله، وإن الأوروبيين واقع عليهم عبء تنوير الشعوب التانية اللي زينا كده بعلمهم ومعرفتهم. وخد عندك من الإحن دي بقى كتير صديق الإنسان، واللي هتلاقي لها أثر لحد النهاردة في أفكار اليمين الأبيض المتطرف. المؤرخ الهندي ديبش شاكرابارتي أستاذ التاريخ بجامعة شيكاغو بيقول في كتابه أقلامة أوروبا إن بسبب إن أوروبا طلقت جيوشها على العالم من أول القرن الـ16 لحد القرن الـ20، واللي ما سابوش فيها بلد غير لما استعمروها وكلوا وشربوا من خيرها، بقت أي بلد ما تقدرش تفكر في التاريخ بشكل عام أو في تاريخها هي بشكل خاص غير لما تعدي على تاريخ أوروبا. فاللي إحنا بنقول عليه تاريخ عربي ده أو تاريخ هندي أو حتى تاريخ تايواني ما نقدرش نتصوره أو نفكر فيه إلا لما نحطه في سياق تاريخ اوروبا، نظرا لان اوروبا ما سابتش حد في حاله لما طلته. وعشان كده اوروبا بقت مربوطه بكل تواريخ العالم الجديد، ما تقدرش تشوف تاريخك غير لما تشوفه كجزء من تاريخ اوروبا، ما بقتش تقدر تبص لنفسك غير بعيون الاوروبيين، وبناء عليه ما بقاش في تفكير في التاريخ غير عن طريق فكره ان اوروبا هي الاصل وهي مركز العالم، وهي دي المركزيه الاوروبيه صديق الانسان. هنا بقى نقدر نفهم المركزيه الافريقيه على انها طريقه الافارقه في الهروب من الروايه الاوروبيه دي للتاريخ، وعايزين يعملوا ده عن طريق ان هم يتكلموا عن الدور اللي قامت بيه الحضارات الافريقيه زمان في صناعه التاريخ قبل بقى ما يجي اليونانيين والرومان اللي الغرب النهارده بيتعايقوا بيهم وشايفين نفسهم احفاد. الموضوع قد يبدو اتنش، ولكنه سعي الاعتراف العالم بيهم بانهم هم كمان كان ليهم دور في التاريخ زيهم زي غيرهم. واحد من اهم المساهمين في حركه الافرو سنتريزم دي صديق الانسان المؤرخ السنغالي شيخ انتا ديوب. الراجل ده مش مؤرخ بس، انما عالم فيزياء وناشط سياسي اتعلم في فرنسا، ولما رجع اسس له حزبين ثلاثه، والف بقى كتب كتير في الخمسينات والستينات بيحاول يثبت فيها بالتحليل التاريخي والاركيولوجي ان اصل الحضارات في قلب العالم بدا في افريقيا جنوب الصحراء وغربها، وإن الحضارة الفرعونية كانت في الأصل حضارة زنجية اللي بنوها مهاجرين أفارقة، لكن مؤرخين أوروبا أثناء سيطرتهم على شعوب العالم في زمن الاستعمار كتبوا التاريخ بقلم أبيض عنصري، حاولوا بيه يمحوا أي أثر على تاريخ الشعوب السوداء. الله يرحمه الشيخ أنتا ديوب مات في 1986، بعدها بسنة واحدة صديق الإنسان نشر المؤرخ البريطاني مارتن بيرنل كتاب أثينا السوداء. الراجل ده صديق الإنسان كان بقاله 20 سنة قاعد بيألف في كتاب أثينا السوداء ده، وعاش باقي حياته بعد كده يرد على الناس اللي بينتقدوا كتابه. قال في الكتاب ده إن أصل الحضارة اليونانية القديمة كانت أفرو آسيوية وليها أصول إفريقية هي كمان. وبعدين مارتن بيرنل ده وهو بيحكي في الكتاب بتاعه جاب سيرة النظرية المنتشرة من القرن الـ18 اللي بتقول إن أصل الحضارة الإغريقية القديمة بتاعت اليونان أصلها كان شوية مستوطنين أوروبيين بيض راحوا قعدوا في اليونان وهم اللي عملوا الحضارة دي. فمارتن رفض النظرية دي وشتمها كمان، قال عليها النموذج الآتي، وتبنى فكرة تانية بتقول إن الإغريق والرومان نفسهم كانوا شايفين أصولهم جاية من شرق وجنوب البحر المتوسط. يعني صديق الإنسان إذا كان المصريين القدماء أصولهم إفريقية زي ما بيقولوا من جنوب الصحراء، ولو الإغريق هم كمان أصولهم إفريقية، يبقى كده ثبت ان افريقيا هي الاصل. وعلى الاصل ده صديق الانسان في سؤال اعتقد انه في بالك دلوقتي مع انك ممكن ما تكونش واخد بالك منه، هي الناس دي ليه اصلا قاعده تنكش بمنكاش ورا اصل الحضاره والكلام ده؟ ما اللي عملها عملها وخلاص يا عم، واضح ان جدودنا زمان كل واحد فيهم كان عنده حاجه ما بخلش بيها على الحضاره. ما احنا عندنا نظريه تانية بتقول برضو ان كلنا ولاد ادم وحواء وفكرتها حلوه والله لو ناخد بالنا منها، فليه لازم ندور على اصل الحضاره؟ المؤرخ وعالم السياسه البريطاني تيموثي ميتشل بيقول ان واحده من الحاجات الغريبه في العالم بتاعنا النهارده انك لو عايز تثبت انك حديث وجديد ومفرتك ومقطع بالموسى من الضروري برضو تثبت انك قديم، وان الامم اللي عايزه تبان مواكبه للعصر وتستحق مكانه بين شله الدول الحديثه محتاجه انها تخترع لنفسها ماضي في التاريخ العالمي. عارف صديق الانسان زي ايه؟ زي لما تشوف فيديو مثلا لماتش كوره بين شويه اطفال وتلاقي في الفيديو ده طفل بيرقص الفريق كله ومكتوب على الفيديو من بره ان الواد ده هو ماتيو ابن ليونيل ميسي، بتحس انه ايه ده؟ يعني ده لو الواد ده ابن ليونيل ميسي فده معناه ان ربنا بعت ميسي جديد، وتفرح جدا. وبعدين تنزل تبص في التعليقات فتلاقي في ناس كاتبه انه الواد ده مش ابن ميسي ولا حاجه وانه طفل تاني شبهه، فتحس انك زعلت. طب انت زعلت ليه دلوقتي صديق الانسان؟ غالبا لو زعلت صديق الانسان فانت زعلت عشان الطفل اللي مستقبله مبشر جدا ده ما كانش مستقبله مبشر بالنسبه لك بس عشان الحاجات اللي هو قادر يعملها بالكوره في سنه ده، وانما لانك لما فكرت ان الواد ده ابن ميسي كان عندك دليل على ان الجينات دي في الماضي قدرت تعمل اسطوره، وبالتالي في المستقبل ممكن تعمل اسطوره كمان. عشان تثبت انك تنفع تبقى الجديد لازم تثبت انك قديم. فاكر لما قلت لك في اول حلقه ان اوروبا شايفه ان تاريخها الروماني واليوناني هي جذور وبشائر العظمه اللي هم فيها النهارده دول؟ هي النظره دي اتربت في عقول الاوروبيين في عصر النهضه في القرن الـ15 والـ16 في بدايه الحضاره الغربيه، ولما اوروبا بدات تغزو العالم باعت للعالم الحكايه دي والعالم اشتراها منها فعلا. بس العالم بعد شويه بقى يعني بقى عايز يقلدها وينهض زيها وكمان ويحكي عن جذور عظمته وحضارته اللي سبقت الاوروبيين. فظهرت في القرن الـ19 وبدايات القرن الـ20 حركات النهضه العربيه والنهضه اليابانيه وغيرها. الخمسينات بقى بعد خروج الاستعمار الاوروبي من افريقيا، الشيخ انتا ديوب ده طرح فكره النهضه الافريقيه دي. قال لك لازم الشعوب
الإفريقية تتغلب على التحديات اللي بتواجه قارة من نهب للثورات وحروب أهلية وفساد سياسي وتحقق تقدم ثقافي وعلمي واجتماعي زي اللي أوروبا عملته في نهضتها بالظبط. وكان أول حد اتبنى الفكرة دي تاني رئيس لجنوب أفريقيا، الراجل اللي جه بعد نيلسون مانديلا على طول صديق الإنسان، اسمه تابو إمبيكي، واللي دعا لوقف هجرة العقول الإفريقية لأوروبا وأمريكا وقال لهم بس بلدكم أولى بيكم. وأول ما الراجل ده تولى الرئاسة هوب أما أسس معهد أبحاث في العاصمة سماه معهد دراسات النهضة الإفريقية للنهضة الإفريقية. يعني كده صديق الإنسان المركزية الإفريقية دي هي محاولة إثبات إفريقيا لنفسها وللعالم إنها تستحق النهضة في المستقبل، بدليل إنها قدرت تعمل كده في الماضي وكان عندها نهضة. طب دلوقتي إفريقيا عشان تقول للعالم إنها عندها نهضة ما هي لازم تقدم دليل، ما أنت مش هتيجي تقول لي أنا اللي عملت الحضارة المصرية وشغلي خطف وجري، ده لازم يبقى عندك دليل ودراسات وأبحاث على أي حاجة بتقول، مش إحنا عدنا العيب كده كعالم يعني. لكن الأفارقة شايفين إن ده العيب ما عداش العالم ولا حاجة، قال لك لأن كل اللي إحنا نعرفه عن تاريخ إفريقيا دلوقتي يا دوب بس عرفناه عن طريق المثقفين الأمريكان السود اللي هم شوية صغيرين وشوية الناس اللي من أصول إفريقية ومن الأبحاث والدراسات اللي عملها الأفارقة اللي ربنا فتح عليهم من كام سنة وراحوا اتعلموا في الجامعات الأمريكية، أو جاي من الدراسات اللي اتعملت في الجامعات الإفريقية مؤخرا بعد استقلالهم من الاستعمار وحكم النخبة البيضاء لما ربنا فتح عليهم وعملوا جامعات. فبالنسبة لهم بقى يقول لك إيه، ما بالك بقى لو بقى في دراسات بتمويل حقيقي للبحث عن مستقبل إفريقيا، كان زماننا وصلنا لإيه دلوقتي؟ كل ده حصل في القرن العشرين بدوائر ضيقة ومحدودة، لما دخلنا القرن الواحد والعشرين انتشرت خطابات بتقول إن القرن الجديد ده هيكون قرن إفريقيا وإن إفريقيا هي المستقبل إن شاء الله يعني. والرؤية المتفائلة بإفريقيا دي جاية من إنها قارة عندها موارد شابة عكس القارة العجوز اللي هي أوروبا. الحقيقة إن يمكن إحساس كتير من الأفارقة بالتفاؤل ناحية مستقبل القارة يكون مبرر، لكن في تيار تاني من المفكرين الأفارقة زي أشل مبيمبي أو اللي من أصول إفريقية مثلاً زي فرانك بي ويلدرسون الثالث، متشائمين شويتين ناحيه مستقبل افريقيا واصحاب البشره السمراء في كل مكان، لدرجه انهم اخترعوا لها كلمه تعبر عن التشاؤم الافريقي او الافرو بيسيميزم. التشاؤميه الافريقيه دي بتقول من الاخر كده ان احنا كنا مستعبدين وشكلنا كده لا مؤاخذه هنفضل مستعبدين. تقول لهم يعني لطيف ليه كده يا جدعان؟ يقول لك يا اخي تعالى شوف حجم الديون اللي على الدول الافريقيه، ده الافريقي فيهم خلاص ما بقاش قادر يتنفس من كتر نصيبه في الدين العام. اهو الديون الافريقيه ضعفت 5 مرات خلال الفتره ما بين سنه 2000 ونهايه 2022 لحد ما وصلت لتريليون دولار. وصندوق النقد الدولي بيقول ان في 22 دولة إفريقية من أصل 55 مش قادرة تسدد ديون، أولها كانت زامبيا في 2020 والسنة اللي فاتت غانا ونيجيريا جايز تحصلوا في السكة. لو بصيت على السود مثلا اللي من أصل إفريقي في أمريكا هتلاقيهم كل فترة يتقتل منهم واحد في الشوارع الأمريكية على دين البوليس، ولما السود يطلعوا يقولوا بلاك لايفز ماتر البيض يطلعوا يقولوا قول لايفز ماتر. ده غير نقطة تانية مهمة جدا صديق الإنسان وهي التفاوت العرقي في الثروة بين البيض والسود. يعني مثلا أمريكا ممكن تحسسك إنها السود فاكن لارج لدرجة إن هم انتخبوا رئيس أسود زي أوباما مثلا، لكن عمرك هتشوف رجل اعمال اسود بحجم ثروه قد جيف بيزوس مثلا ولا ايلون ماسك. عادي يعني انتخب لكم رئيس اسود ومال كده كده يمشي بعد 4 سنين، لكن هنعمل سياسات تانية في التوظيف والعقارات نحرم بيها اجيال من السود من فرصهم في الطلاقه الاجتماعيه. والعنصريه موجوده فعلا صديق الانسان محدش انكرها. مبيمبي بيقدم اطروحه في كتابه اللي هو اسمه الوحشيه، بيقول فيها ان التقدم اللي العالم مر بيه من زمان لحد النهارده ما ساعدش في تحرير الزنوج من الوضع الصعب اللي هم فيه، لكنه خلى العالم كله يدخل مع بعضه في حاجه بيسميها صيروره زنجيه. يعني كل الشعوب اللي كان بيتم استغلالها زمان وضعهم ما بيتحسنش دلوقتي ولا حاجه، وانما بيتحول اكتر واكتر لانه يكون نفس وضع الزنوج زمان في ازمنه العبوديه، اننا نبقى كلنا بشر بنصنع القيمه لكن ملناش اي قيمه. صديق الانسان كل ده بنقوله عشان نفهم الاول القاره دي حاسه بايه وايه شكوتها، لكن احنا مش مهتمين نرد عليهم لان التاريخ اللي محتاجين نبص عليه ما هوش تاريخ عظمه وتفوق كل قاره او بلد لوحده قبل ما اوروبا تيجي تركب وتجيب جون وتتربع على قمه الهرم، وانما تاريخ القهر والاستعباد اللي جمعنا كلنا، عشان هو ده التاريخ اللي مرتبط بالاوضاع الصعبه اللي العالم لسه عايشها لحد النهارده من فقر ونحن. الارث الاستعماري الاوروبي ما انتهاش ومش هينتهي بالنعرات واوهام النهضه المأموله عند الشعوب اللي بتحاول تقف على رجليها. صديق الانسان انا مش جاي اطلب تعاطفك مع اخوك الافريقي، بس في حاله ان انت متفائل بمستقبل مشرق لافريقيا ونهضتها هتفهم خطاب المركزيه الافريقيه ده جاي منين. ما احنا برضو صديق الانسان وقت نهضتنا العربيه في القرن 19 يعني جربنا موضوع احنا كنا وهنبقى ده قبل كده، بس كمان احنا عارفين الكلام ده ودانا على فين. واما بقى في حاله ان انت متشائم بمصير مظلم لافريقيا فلازم تعرف ان الضلمه مش هتبقى هناك بس، ده يمكن تعم علينا وعلى السمعين. ولذلك صديق الانسان احنا هنتمنى مستقبل مشرق لافريقيا ان شاء الله، بنقول لها بس يعني لو اللي قاعد على يمينك لا مؤاخذه اداكي بالقلم يعني ما تلفيش تدي اللي قاعد على شمالك بالقلم، عشان اللعبه دي في الاساس هي لعبه الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حبوته لما قال كل واحد يلحس ايده كده اهو ويدي اللي جنبه على وشه. امال ندي مين بالقلم صديق الانسان؟ ما نديش حد، نبقى حلوين مع بعض، صلاح يباصي لمانيه ومانيه يباصي لصلاح، عشان مش هننفع نفسنا في الاخر غير لما نحط ايدينا في ايدين بعض. يسالني صديق الانسان يقول لي امال احنا حاطين ايدينا فين دلوقتي؟ ده سؤال انا مش هرد عليه. صديق الانسان بخصوص موضوع اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ده، واخد بالك ناس كتير بصراحه قالت لي اقول لك عليه، بس انا قلت لهم لا، انا اللي بيني وبين صديق الانسان يعني اكبر من الكلام ده. يلا صديق الانسان خد بالك من نفسك.